رايات العز في أرض هجليج لتعلنها حرة كاملة من دنس جيوش الغزاة. واصلت القوات المسلحة تقدمها لطرد ما تبقى من قوات الجبهة الثورية المعارضة وقوات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان إلى خارج أرض الوطن، فتمكنوا من خلال معارك عنيفة دارت خلال الساعات القليلة الماضية من دحر فلول المعتدين وردهم إلى ديارهم خارج الحدود السودانية. الجنوب الآن مننا أمتار أمتار، والله مرمى حجر بيدنا كل الشعب السوداني، والله بنبشرهم بيقول لهم عندكم رجال وعندكم أبناء إن شاء الله سيحرسون هذا الوطن وما بنفرط فيه، والله نموت هنا لكن والله زول بيفرح ورا ماشي. معركة تطهير الأرض من فلول الغزاة خلفت خسائر دم في أرواح جنود الجيش الشعبي التي قدرت بالمئات في يوم واحد، فضلا عن العدد الكلي لقتل الحرب من جانب الجيش الشعبي والتي فاقت وفقا لمصادر عسكرية مأذونة 1000 قتيل، ناهيك عن الأسرى من قوات الغزاة والذين لاقوا كل أنواع المعاملة الطيبة التي كفلتها شريعة الإسلام لمن وقع أسيرا في يد الجيش السوداني. لا نريد أن نتحدث عن الخسائر لأن قوات الحركة الشعبية دفعت بآخر أنفاسها حتى حرس الرئيس الفاكير وقوات الكوماندو التي غدمت من الاستوائية، وتم اعتقال وأسر عدد كبير جدا جدا سيتم عرضهم موجودين الآن، وتم الاستعانة بأفراد يوغنديين تم القبض عليهم، فهذا يدل على أن القوات دولة جنوب السودان ارتكبت خطأ فادحا بزج قوات غير جاهزة وغير دارية بما تواجهه في محاور تقدم القوات المسلحة، لذلك كان عدد الأسرى عدد لا يصدق، وكذلك القتلى ما زالت قواتنا تقوم بستر الجسامين حتى هذه اللحظة، ويمكن تستهلك معانا أكثر من يومين غادمات. دبابات وآليات مدمرة قدرت بالعشرات وغنائم في المعدات والأسلحة والذخائر لا تحصى ولا تعد تركها الغزاة بعد أن ولوا الدبر في معارك دارت رحاها بعد هجليج على الحدود الفاصلة بين السودان ودولة جنوب السودان. بشارات النصر التي تحققت للسودان ما كان لها أن تتحقق لولا صبر ومصابرة هؤلاء الأبطال من جنود القوات المسلحة والذين بذلوا الأرواح والدماء رخيصة في سبيل رفعة هذا الوطن وحفظ كل شبر من ترابه. أحمد الرفاعي، تلفزيون السودان، من المواقع الأمامية.